اسمع يا اختي، هذا حصل بان بده غلي منيحه، بده 12 ساعه على نار هاديه، مش تحطي مي وتشربي؟ ها تفضلي. سلمي على جوزك يا ام تيسير، سلمي على المكحكح. السلام عليكم ابو جعفر. هلا كامل ميل. لا يا عمي حل عني، ميل تعال تعال. طيب هالكامل، طيب لدرجة الهبل يابا، معك قرش اشتري مصاصة؟ والله ريق ناشف، نفسي فيها يابا. فكرت في الموضوع؟ فكرت يابا، خلاص الموضوع منتي، توكل على الله. الله خلينا اياك يا بركة. عيب على اللي عارف عن شو الموضوع اللي بيحكي فيه. الولد طيب، طيب لدرجة الهبل. لا لا لا، نصب لي شي، بديش اشرب، انا صايم. انا صايم. العافية ابو طويلة. يا مرحب يا مرحب يا هلا يا هلا, هلا. يا مرحب، اقعد اقعد. هلا تفضل. جيت والله جابك. اقعد اقعد. لا تصبش، صبناش صبش. ولا انا ولا انا، خلص صب لحالك. خلص انا وين امبارح مرينا عليكم لقينا داركم طافي وفيش حدا؟ والله اللي صار فينا امبارح ما صار في حدا، كنا فيلم اخو شلم. اه والله الله سترنا يا الله. يا جماعه كلكتونا، وين كنتوا؟ كنا معزومين عند الجماعه وتاخرنا ونمنا عندهم. اه نمتوا برا البلد يعني؟ يا ريت برا البلد، برا الكوكب كله، كنا معزومين على سطح القمر. والله هاي ثقيله ابو المجد، امهلك علينا ابو جعفر. شو قصدك يا ابو شنب محنى؟ يعني انا بكذب؟ كنا معزومين عند الجماعه وكان جنب دارهم فرن في القمر. وكيف عرفت انه جنب دارهم في فرن؟ الولد راح جاب خبز طازه وكلناه على الغداء. ولا لا يا جعفر؟ اه كنا على سطح القمر وكنا ملوخيه. انا اكلت خبز سخن بس الفرن والله ما شفته، بس واحنا نازلين من سطح القمر شفت لكم شاحنه طالعه محمله طحين. شو قصدك يا ابو النيجرو؟ يعني انا بكذب؟ يعني كيف اكلنا خبز سخن بس شفت الشاحنه ما شفتش الفرن؟ كيف من وين تجيب خبز الولد؟ يابا بدك اياني اكذب، اكلت خبز بس ما شفتش الفرن. يا زلمه بس شفت شاحنه طالعه محمله طحين على القمر بس ما شفتش الفرن، وين طالع الطحين؟ على مصنع سكر؟ ما هو طالع على الفرن جنب دارهم الفرن على القمر، انا شايفه. شو قصدك يا جعفر؟ الولد بقول لك انه اكل خبز سخن بس ما شافش فرن. لا ابو النيجرو، قصده انه ابوه بيكذب. هذا ابو النيجرو. يابا انا بدك اياني اكذب، صار عمره 40 سنه يابا. عمرك 40 سنه؟ هذا من زمان عايش. ها والله ما بتقعد يوم في المحل عندي، تفضل اطلع برا انت والجماعه، ولا واحد بدي اشوف. يلا الله يسهل عليك. انا بكذب؟ اطلعوا. الله لا يوفقك يا ابو النيجرو. قال شاف الشاحنه بس ما شافش الفرن على القمر. والله يا ابو النيجرو لا اربيك كذاب. ميل يا كامل. يا زلمه بديش اميل، بتنقر الراس نقر. ميل ولك ميل. طيب هالكامل، طيب لدرجة الهبل. ست اشهر مش بايعين غير دولار، من يوم ما حطيت ابو النيجرو محاسب المحل انكسر. العافية. هلا. بوس ايد ابوك، بوس ايد ابوك. سامحني يا بركة، غلطت بحقك يابا. طيب طيب ابو النيجرو، طيب لدرجة الخوثان مش الهبل. يا مرحب. امبارح شفت نسيبك جمال بقول انه مر عليكم يوم الاربعاء مش ملاقي حدا في الدار، وين كاينين؟ يوم الاربعاء؟ وين كنا يا جعفر؟ وين كنا يوم الاربعاء؟ والله يابا ناسي وين كنا، مش عارف. كنا في جبال الهملايا. وين وين ابو جعفر؟ طلعنا مشوار على جبال الهملايا، اما صار فينا فيلين ما صار في حدا. كنا على ارتفاع 800,000 قدم في الجو، وفي نص الرحله الطياره بترقص رقص رقص. شو يا زلمه تطلع تحت السياره زي النمل مبين. قلت يا ساتر، رحت على الكابتن قلت له شو فيه شو فيه، بيني وبينك يعني نكون صريحين شو فيه. قال لي اسكت يا ابو جعفر، زطمه الزيت في قاع الطياره بتشرشر زيت من اول ما طلعنا من المطار. يا ليلي لالي يا ليلي لالي، قلت له الحل، قلت له نزل الطياره على بطنها، تنزل على بطنها بالثلج بتزحلق بننزل. قال لي هذا هو، ونزلت الطياره على بطنها الحمد لله، ما ضلش ولا مسافر غير انا وجعفر عايشين. ثلج يا باي جبال هملايا، شو ثلج بجوز 18 متر ارتفاع الثلج، ودببه دببه طلعت وتطلع طلعت هيك اللي هو ايه
هي دار طين هيك صغيره بعيد شوي، قلت يا لي 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 الله يا جعفر نروح عليها. رحنا عليها ودخلنا، فيش فيها اشي، ربنا الله فاضي الدار الا هالباب بدق. مين؟ محدش رد. مين؟ محدش رد. فتحت الا هم 2 مليون زومبي مصاصين الدماء. لي 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 طلعوا فيه ايه؟ قلت انا ايش بمشيهم سدر جاش فخدي وهيه عينهم علي لاني مربرب. قال لك بنقعد اسبوعين عليه هذا الكنفد ابو النيجرو ولا حدا طلع عليه. قال لك هذا بنتحلى عليه ويهجموا لك علي. ما هو ايش الزومبي نقطه ضعف الناب، اشمطوا على الناب يبطل يعض. هجموا علي وعضني واحد من ايدي. شو هسوي؟ طلعت فيه بلطه، مسكت البلطه وقطعت ايدي. قطعت ايدك ابو جعفر؟ اه قطعتها وتشرشر دم. حتى جعفر شافني وانا حاملها وهي تشرشر دم. شفتني؟ اه انا كنت موجود بس لما قطع ايده ما شفتش، بحبش الكذب يعني. اذا ما شفتنيش وهي تشرشر دم وحاملها والزومبي بيطارد وراي، مالك يا جعفر؟ يا ما بدك يعني اكذب؟ ما شفتها. عم انا بقولش بكذب. طب ما شفتنيش وانا بخيط فيها قاعد؟ يا عمي يمكن ما انتبهتش، بعرفش يابا. يا زلمه انت بدك تكذب؟ بدك تشلطني على الطلاق؟ ما بضل في المحل يوم، اطلع برا. وانتو كمان بديش اشوفكم في المحل وفيش قهوه. توضي اذا ما شفتنيش وانا ماسكها والزومبي بيطارد وراي. اكذب يابا. طب اطلع برا، بديش اشوفك في المحل. اطلع برا. بس طلع يلا تفضلوا معاه. ولك ما شفتنيش وانا بخيط فيها؟ حتى واحد من الزومبي ساعدني الله يخلف عليه. قعدنا انا وياه نخيط فيها والعصب لزقناه تلزق. انا بكذب يابا يا جعفر؟ حرام عليك يا زلم. ميل يا كامل. يا عمي تمييل بديش اميل، اتركني بحالي حل عني يا زلمه. ميل اقر طرازي نكر ميل. طيب هالكامل طيب لدرجه الهبل. قال ما شافش ايدي لسه ما كملكوش، قطعت نص التحتاني لولا الزومبي خيطوا لي اياه. يعطيك العافيه معلم ابو الليل. يا هلا يا هلا والله يا هلا. انا السميه دكتوره بيطريه. اهلا وسهلا. اهلا فيك. صراحه صار لي 5 سنين متخرجه مو لاقيه شغل، وبعرف انه عندك حديقه حيوانات صغيره، فبدي أسألك إذا محتاج دكتورة بيطرية تعتني بالحيوانات اللي عندك. والله دكتورة بيطرية مش محتاجين، بس اللبؤة مرت الأسد الصبح عطتك عمرها. إذا بدك الشباب بلبسوكي لبؤة وبتفوتي على القفص، الأولاد بطعموكي موز وقرشلة، بتأكلي وبتلعبي معهم وبحسبك يومية. موافقة موافقة. المهم إنه إشي ضمن تخصصي. ولا يهمك ولا يهمك. جلال لبس الدكتورة اللبؤة وبتزبط كمان زرافة 2 في 1. معاذ ماجستير حقوق صار لي 2 سنين شغال أسد، واشتغل 6 أشهر جندب. علم أبو الليل علم. هذا الشاب خريج صحافة وإعلام، شو بزبط معنا؟ لبسه دوب. دوب؟ يلا تمام تمام دوب. وانت البس الفارة. تمام علم. وجهز لي لبس الحمار بالبقلي، لبسني البوز. ما شاء الله يابا البنت حلوة حلوة. اطلب اطلب بسرعة قبل ما يجي حدا يطلبها قبلي بسرعة. ولك اهدى ني بنت. عيها يا زلمة. ولك هذه امها لسه البنت ما جهتش. ما شاء الله اذا الام هيك حلوة. اطلب اطلب بسرعة. ولك مين اطلب؟ ابوها يا زلمة. اي ايش اطلب. الله يسعد مساك ابو رنيم. مسيك من ورا النبي. وين عروستنا؟ موجودة. طب رنيم تعالي. يابا ما طولها، شكلها بتلعب باسكت، شبه صاحبي ناصر بيلعب باسكت. كيفك رنيم؟ منيحة عمو. اطلب اطلب بسرعه يا زلمه اطلب، في حدا برن على الجرس بجوز جاي يطلبها. اطلب. ولك اهدى ما هم سامعينك. اهدى هم يسمعوني شو اللي حكيت انا. اطلب اطلب بسرعه قبل حتى يجي. ابو رنيم احنا حابين نطلب ايد بنتك رنيم لابننا حمدان، فشو بتقول؟ انا ما عندي مانع. عندك مانع بابا؟ لا بابا ما عندي مانع، بس في شويه شروط لازم حمدان يوافق عليها. اشرطي زي ما بدك حمدان، تحت امرك. بدي اياك تشيل من راسك السهر برا البيت، بدي اياك تشيل من راسك اصحابك الشباب، وبدي اياك تشيل من راسك الدخان، وبدي اياك تشيل من راسك الشده، وبدي اياك تشيل من راسك المباريات، وبدي اياك تشيل من راسك الفيسبوك، وبدي اياك تشيل من راسك سناب شات، بدي اياك تشيل من راسك التيك توك، وبدي اياك تشيل من راسك الانستغرام، واهم شيء تشيل من راسك جروبات الواتساب. وانت شو بدك يعني اشيل من راسي؟ بدي تشيله من راسك كل فكره تجيزه. وانا بدي اشيل هالتفاحه نفسي فيها من حد ما قعدت.
شيل هالشاي من شاربي اذا امر واحد بشيلك من وجهي، وانت شيلها علوم قدامي. الو، انت مشيك على الكتاو؟ يلا يلا تكلنا على الله، خلص خلص تكلنا على الله. عادس نبرصاتها مستوية، من وين بيعبوا لها بنزين؟ نفسي افهم. على جميع السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 004 والمتجهة إلى مطار هيثرو سرعة التوجه على البوابة رقم 600. تفضلي، هاي التذكرة. هذا ابني، ما اشتريتلوش تذكرة. كم عمره؟ رسب التوجيه السنة وقال لنا بتاخذوش على أطفال. اللي عمره سنة بقطع تذكرة، وأنا عايفة حالي وطالعة من محكمة طلاق وقرفان الدنيا والله بعلم بحالتي. تذكرتك ولا؟ قلت لك خلينا ننط على الشيك، ما رديتش علي. يا ريت انك نطيت وما رجعت. ايه مسكين. نيكست بليز. تفضلي. سلامة كابتن سلامة. الله يسلمكم. والله زمان عنك كابتن سلامة، لك سنة مفصول. لي سنة مفصول، هل قدي مبسوطة؟ والله انبسطنا انهم وافقوا على الاسترحام اللي قدمته. طب شو رأيكم تلفوا على الركاب وتحكوا لهم اني انا كنت مفصول عشان نسيت باب الطيارة والطيارة راحت بداية؟ خلص في الأخبار احكوا، شو رأيكم؟ لا كابتن سلامة، بعد عملتك السنة الماضية غيروا كل النظام لباسورد. بلا باسورد ولا ماسورد، هاي جايب قشاطة بنحشر الباب عمره ما بسكر. كل واحدة تعرف شغلها. وانت بتضلي معهم. سووا سندوتشات برتديل لو لبني للركاب، وجيبوا المهندس يشيك على الطيارة. أنا سايقها قبل هيك، بتحذف لما تضرب بريك بتحذف على الشمال. كل واحد يعرف شغله. سووا لي كاسة شاي مع مرمية بدون هيل أي شيء. كل واحد يعرف شغله. على اي خط حابب نسير كابتن سلامه؟ خط اي ولا بي؟ لا اي ولا بي، بدنا ناخذ الخط الصحراوي، لا ازمه سير ولا اشارات مرور، بدنا نضل سلكين. وانت خليكي بشغلك، تتدخليش في شيء. ويلكم. هاي ويلكم. ويلكم. هاي عمو. هاي عمو. انا ابني لساته صغير، مكمل توجيه جديد، بلاقي له كرسي اطفال. طبعا خليه يقعد ويربط الحزام وبس نطير انا بجيب له كرسي الاطفال. شكرا. اهلا. اطلع اطلع بس تقلب ليش الطياره محششه. ما انا بشوفك في المرايه، بشوفك في الحمام نازل. اطلع اطلع اطلع، لا بنحطك في الفي اي بي من مره. وانت يا عمو والله صار كلاس، نسيت بسطه الجرابين. اي الصاب عامل حالك اجنبي يا جلال. الله يرحم كرسي الحلاقة. Where can I sit? I don't speak English. Don't steal سماعات. Hey, where you from? Where you from, man? Hey. ولا كنت مبين عربي يا زلمة. مبين. سوى حالك أجنبي. تيجي تحلق لي بس نطلع طيب. ها شكلها الطيارة فل. خلينا نطلع تيك اوف ونوصل مطار شارل غول قبل ما يأذن المغرب. From Captain Salami to Control Tower. Please give us permission to take off. And if you need any help, please contact my email and don't hesitate. Thank you. Regards. This is Salami from Control Tower. You have a permission to take off. Have a safe flight.
ثانك يو. سيداتي ساتتي، هذا الكابتن سلامة يحييكم. نطير الآن ثم طار شرطة التول على 784 في 6. الجو جميل وساحري. الله 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 الله، خلينا متى نظري ونطير في ضمن أجواء مثلجة الرجاء عدم فتاة شبابي. رمي قائب السجاير إن إنجليش. تسجل تبقى تكسر كابتن سلامة طار ربط تتطول طبعاً تسمني أو thank you. رفعين على 40,000 قدم. بس نحن مالنا طالعين على 40,000 قدم يا أختي. أنت شايفي واحد حامل متر وقاعد بقيس ورانا؟ قولي يلا خلينا أعرف بس أطلعها. هو هي طيرتنا طلعت يا استاذه. الله لا يوفقك يا سلام. اقلع نسي باص الركاب الثاني. طب شو تستنوا وقفوهم؟ عندي امبورتنت كومنت فور سكول. نعم يا اخوي، شو شايفني سوبرمان انا اطلع وقفه بالجو؟ هسه بحكي مع البرج. الو راجي سبيكينج، هو از ذس؟ نعم يا اختي. سلام نسي نص الركاب على الارض. وين رجعوا يا اختي؟ صار فوق الغيم على ارتفاع 500,000 قدم. طب سكري سكري هلا بتواصل معه. يلا باي باي باي. وردنا هذا الخبر العاجل بأن الكابتن سلامة قد غادر المطار ونسي نصف الركاب على الأرض. أنت من وين؟ أنا سورية من حلب. أنتوا في سوريا الشمس بتطلعش عندكم؟ لا أكيد بتطلع، بس ليه؟ كل السوريين ما شاء الله بيوت زي روسيا، فكرتكم كلها ثلج عندكم؟ عفوا حضرتك طيار وما بتعرف تضاريس الوطن العربي؟ لا بس انا اصلي عشان طيار حربي يعني، فالطياره الحربيه بتكون سريعه، بشوف شو تحتي اسرع من باص سريع. هذه اغنيه افريقيه. اي From Raji to Captain Salame, do you hear me? From Raji to Captain Salame, answer. ولك ارجع يا سلامة ناسي نص الركاب على الأرض. شكله أنت ضاوي مسجل شيء، في صوت وطوتي. لا لا هذا شكله يمكن الهيدفونز تبعك. Who's speaking? Who's speaking? مين راجع يا أخوي؟ شكله لاسلك لاقت من طيارة ثانية يا حبيب. الله لا يوفقك يا سلامة، بقول لك ناسي نص الركاب على الأرض. شو يا أخوي؟ حلوت أنا صرت فوق 6 طن. وين أرجع يا زلمة؟ الطيارة ضاوية ضاوية بنزين، وين أرجع؟ خليهم يستنوني، خليهم يروحوا على شرطة تول يستنوني هناك، أنا برجع لهم من 6 طن. ولك شو اوديهم 10 دقول؟ بتفكر حالك في مكتب تاكسي؟ خليهم يلبسوا احمر عشان اميزهم، باخذهم على هيثرو من شرطة دول، برجع على شرطة دول. الو والله لن دفعك التذاكر من جيبتك. هاي مدير المطار برن علي. شو بده يا زلمه؟ انا في الجو وخلص البنزين، بدي ارجع على شرطة دول. ولك شو بده؟ هاي روح. الو هلا مستر جيمس. هو نفسه سلامة. خليه في الجو. اوكي اوكي سي اوكي. بقول لك خليك في الجو وترجعش، انت مفصول. غلبك يا اختي، في عندك 20 طلب استرحاق بس غير التاريخ. مثل حالك انت من سوريا؟ اي والله والله من سوريا من حلب. مستحيل، انت من الشام بس مش داري عن حالي. كاميرا سرعة، كاميرا سرعة، تخبي تخبي. شرطي بقى شرلي، صار يجري وراي، صار يجري ورانا. كاميرا سرعة، شرطي بيجري ورانا. الله يرحمه
كسر ظهري كسر ظهري. دخلوا دخلوا ودعنوا ودعنوا كسر ظهري ودعنوا ودعنوا أنا بره اطلعوا بره كسر ظهري كسر ظهري. يا حبيبي يا رب الله عليك يا رب الله يصبرك بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي مالك بتسخر مالك هذا مش ابوي ابوي يصلح هذا كله شعر شكلهم مخربطين في المستشفى سلكوا في هذا لحد ما انا جايب ابوي سلكن فيه حمل صلحين يا نسوان صلحين مرحبا استاذ. هلا حبيبتي بدي اطلب بيتزا بدك؟ لا لا انسى طيب. ولا اقول لك لا خلص انسى بدك بيتزا ولا لا حبيبتي؟ يعني بدي بس ما بدي يعني خايف انه يعني بدك وما بدك يعني عادي خلص خايفه تكون بارده حبيبتي خذي هذا بارده بنسخنيها في الدار يعني عادي ما خلص لا خلص انسى يعني بدك ولا لا؟ طب اسمع اذا بدك جيب بيتزا بالتونه وليش اجيبها بالتونه يعني؟ عشان انا بحبها بالتونه طب وانا مالي ومالك يعني انت بتحبيها بالتونه انا ما بحبهاش بالتونه يعني انا بحبها بالتونه طب انا اطلب الي ليش اطلب الك يعني بيتزا بالتونه ما انا بدي اياها الي انا بحبها بالتونه طب يا حبيبتي ليش يعني بتحبيها بالتونه لازم اطلبها انا بالتونه بدها بيتزا بالتونه ايه اللي صرف لي انا الاشكال في التونه يا التونه انت بدك بيتزا ليه انا الاشكال انا اصلا بياع الغاز شو دخلني في البيتزا المحل ماجور له صنيع مغلق الزلمه بعني جره وهذول فضيات اللي لو ملانات اكلتن اكل التونه بدي تونه يا خذي تونه يا متحب تونه العافيه معلم هلا عندك 100 كعكه والله ما في الا 3 كعكات يعطيك العافيه العافية معلم هلا عندك 100 كعكة؟ اي هن 3 كعكة تاعت امبارح يعطيك العافية هلا يعطيك العافية هلا عندك 100 كعكة؟ اي هن 3 كعكات تاعت اول امبارح يعطيك العافية اهلين يا اخوي يعطيك العافية معلم هلا عندك 100 كعكة؟ اي 100 كعكة على العدد هاي شوارب اذا بتبيعهم اي والله لفجرك مرحبا يا استاذ اهلا وسهلا شو الاخبار؟ اهلا اهلا شرفتنا كيف الامور؟ ممتازة اهلا وسهلا فيك والله مبين انه عندك بضاعة حلوة ومميزة يا استاذ لا عندنا بضاعة نخب بتجنن اهلا وسهلا فيك لا واضح بتجنن بتجنن بضاعة نخب النخب النخب حبيبي يا اهلا وسهلا فيك لا عن جد وبضاعة دلوعة كمان زي حبيبي امورنا استاذ استاذ كم سعر هذا الجاكيت؟ على فكرة انت مزوق جد مزوق 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 احد حقه 300 دينار عليه خصم بصير 60 دينار حلو حلو كثير طب استاذ اسمع في عندي صديق هيك على باب الله بدي اخذ له هديه وهو عنده عزة نفس فانا هلا بعطيك 50 دينار شايف كيف 50 وبكره بس نعدي بتقول انه هذا سعره 10 ليرات ماشي اوعى تجيب سيره ال 50 دينار على فكره انت اثرت فيه انت انسان رائع جدا قلت عندي اصحاب زيه اصحابي كلهم سافروا الحل يا اهلا يا اهلا سلامات الله يسلمك مرحبا عمي اهلا وسهلا انا مسكين بعرف انك مسكين اهلا وسهلا انا مسكين يا عمي حكيت له عنك انك مسكين هو تاكد ان انا مسكين يا زلمه بيعرف خلص انا اهلا وسهلا شرفتونا نورتونا استاذ الجاكيت اللي حكيت لك عنه امبارح موجود اه 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 فرجينا اياه يلا يلا تفضل عمي انا مسكين
يا زلمة ما بعرف ما بعرف. تفضل 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 شباب. هاي 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 ايوه قديش حكيت لي سعره؟ هذا سعره 10 دنانير عليه خصم 700%. حلو غالي غالي زلمة هيو بجنن عليك. شو يا عم انا مسكين بطلع مش يا عمي بعرف انك مسكين والله والله حكيت له انك مسكين ما بتطلعش حلو عليه عشان مسكين عمي. لا لا بطلع حلو لانه بجنن عليك يا رجل والله. قديش؟ 10 دنانير 10 دنانير اعطي هاي واحد. تسلم والله انك صاحب واصيل. انت صاحبي الوحيد. انا كل اصحابي ماتوا بالقطار. القطار فلت عن سكة دخل بالعمود. طيب طيب صابهم 4 فاز. اوكي فاهم فاهم. لقوا اسنانهم في تنزانيا صرنا نلمه. انا مسكين. خد لك جاكيت. اه خد لك واحد. خلص باخذ باخذ. شو رايك بالاسود؟ مش عارف والله حلو عليك. لف اشوف. ايوه جد حلو حلو. ليه؟ بطلع حلو؟ اه لانك مش مسكين بطلع حلو عليه صح؟ آه. انا مسكين بطلعش. باخذ واحد. خذ واحد. خلص انا بدفع. لا 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 لا, لا خليني ادفع. انا بدفع يا الله. خليني خلص لانك صاحبي ول. خلص هي 10. ماشي يلا سلام. كبرت فيكم يا عم حبيبي. يلا سلام. بديش ينسى ان انا مسكين. لا لا لا, لا, لا بنسى. بعرف بنسى. بديش ينسى. خلص حلو. جاكيتين 120 تلو علينا ب 70 دينار. جهزت لي محل موبايلات جاهز لبكرة ومحل التلفزيونات جاهز. على فكرة صاحب المحل مسكين. ايه اعطوني 20 دينار. قال هذول مساكين. طلعت انا المسكين واصحابه ميتين في القطار. فرق تعاني ابو القطار. حبيبتي بحبش الورد بيعمل لي حساسية في القلب. ولا بحب الخبز بيعمل لي حساسية في الأمعاء. بوش التليفون بيرن قوم رد. شفتها جرس الباب حبيبي؟ هذا التليفون قوم رد. شو جرس الباب؟ مالك عندك شلل صوتي؟ جرس الباب اللي بيرن. التليفون خلاص صار عندك حول صوتي. التليفون مين؟ 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 ايه؟ والله مش الباب هذا. انا اللي طلعت عندي حوال صوتي. هذا التلفون. الو؟ هلا؟ لا 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 الله كله غير. كله غير يا زلمي. ابوس ايدك تكونوا تغير. ابوس اللي برجلك كله غير يا زلمي. كله غير يا زلمي. لا 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 الله كله غير. يا زلمة قولوا غير. غير قول. قولوا غير مش على الله. قولوا غير. قولوا غير. غير قول. قولوا غير. ألو تغلبيش حليك حبيبتي. بحبش الورد بعمل لها حساسية في البنكرياس. اسمعي من الآخر أنا اتجوزت عليك. والله كنت حاسة إنه المي بتمشي من تحت جري وأنا زي الهبلة. ما رح أعيط وهتفكر إني رح أعيط ولا رح أدعي عليك. يا رب يا رب ترجع لي محمد. الله لا يسامحك. ما رح أدعي ولا رح أشهد كمان. تشكيك أنا عندي كرامة. ما رح أعيط. خلص فهمنا عندك كرامة بتعيطيش واضح. ولا رح أحكي. الله إن شاء الله جراف اللي تطلع عليك. يا رب ما رح أدعي. جاهزي شنطتك خلينا نطلع عند دار أهلي. كل أغراضي هلا رح أجهزهم. وجاهزي كنادرك بدنا ترولي. ما رح أعيط. أنا ما رح أعيط. لا واضح بتعيطي. لميت أغراضك وكنادرك؟ كل أغراضي لميتهن. طيب لأنك بدك يمكن 40 يوم. ما رح أعيط ولا رح أشهق. لا لا مبين عليك بتعيطيش ولا بتشهقي. خلاص مش متأثرة مبين عليك يا حبيبتي. مبين عليك ولا متأثرة ولا متأثرة. طلعت روحك روحك طلعت. حبيبتي بصراحة أنا كذبت عليكي. لا اتجوزت عليكي ولا غيره بس أمك توفت. ما
طيب يا خاك عن جد حبيبي سقطت لي قلبي، لا تمزح معي مزحة تقيل تاني من رمت هيك. يا الله أبي يا خاك. طلعوها شباب متعطرة وجاهزة، تفضل. ألو، أيوة، كله غير يا زلمة، كله غير، كله غير يا زلمة. شو في يا زلمة؟ أختك جوزها تجوز عليه. فهمت، معناته أمي توفت. الله يعطيك ألف عافية حبيبي. متعطرة وجاهزة يا مع الجورة. هو فيش غير جبل بطلع دورات؟ بعدين يا جماعة شوفوا لنا حدا غيره. هذيك المرة طلع أسبوع على كندا جننا، نسي أهله، نسي بيته، نسي كل مكان عنا هون. مطعم هاشم كمان نسيه. الألمان بدهم مش غيره؟ ما هو مقطوع وصفه. طيب سلام يا جابر. سعادة باشا. تحكي ليش باشا؟ سعادة المدير. تحكي ليش مدير؟ شو يا؟ يا أخوي بدهم إياك دورة في ألمانيا 10 أيام. شو حكيت؟ دورة في ألمانيا 10 أيام، دورة كهرباء السيارات. شو حكيت؟ دورة في ألمانيا 10 أيام كهرباء السيارات. يا أكل هوا جبل، هذا عمري كله بدي أقضيه بالغربة. السنة الماضية رحت أسبوع على كندا، عمري قضيته بالغربة، لحمي ضاع كله بالغربة، لسه بدي أجني صحون وأغسل سيارات وأقلب شجر. يا 10 أيام بزبطش 9 ليالي. اسمع ترى بخليني بعث واحد غيرك، هذا سبب اللبو. لا لا يا زلمه، انا مالك يا زلمه، انا متعود على الغربه، ما عشان هيك تطلبوني يا زلمه. انا متعود على الغربه، هذا السفره الثانيه، ناس اني اسبوع كامل في كندا يا زلمه. انا اذا بمشي في كندا هلا ايش اجبر؟ ايش اجبر يا زلمه؟ في الاردن الطيارين وهو طاير في الجو بيزمر لي بيب، ايش اجبر؟ ايش اجبر؟ بيعرفوني، انا عندي قاعه باسمي في المطار مونتريال، انا رايح جاي، مالك جبر يا زلمه؟ خلص نصيبي. نصيبك يا جابر بدك تقضيه بالغربة. أولادي كبروا وصاروا زلام وأنا مقضيها بين كندا وألمانيا، راح عمري، الله ما معي وقت أتجوز. وقديش بتعطوني بوكت ماني؟ $10. ياه هذول ما في وقت ألحق أصرف، الله مكثرين. طيب يلا يا أخوي روح جهز حد، يلا الله معك. شو بتسوي؟ شو بنسوي يا اخو؟ وليش قاعدين جنب بعض؟ ابوك جوزي، ليش ما قاعد جنبه؟ مش راح ابوسكم ولا تعيطوا ولا غيره، انا تعودت على الغرب، نصيبي. الالمان طالبيني، وين جبر؟ وين جبر؟ على هي الطلاق قليل الا تجيبوا جبر. نصيبي تعودت على الغرب، الطيارين بيستنوني في المطار، بيزمروا في الطيارات، جبر جاي توت توت، جبر جاي. تعودت على الغربة، شو بدي اسوي؟ ولا راح اودعكم. نصيبي شو بدي اسوي؟ نصيبي. يا سفرتين في الطاير والله بوجع. انتوا ليش قاعدين جنب بعض؟ شو في؟ مرتي مرضعتي مرتي. انا عارف. ماشي. مين هذا؟ بلشنا الفيلم. اخوك رامي يا اخوي. بعرف. تعودت على الغربه يا زلمه، انا بديش اعرف اخوي حسان. مالك رامي؟ رامي رامي حبيبي، انزل على التاكسي خليه يربط لي اياها منيح بلاش تطير، لانه احنا رايحين على المطار بتطير، من متعود على السفر دائما كانت الشناتي نلاقيها في الصومال. شو بدك تسوي؟ اي شو هالخلفة الهبلة؟ انا بدي ابلش حبوب ضغط، تاخذي لك حبتين تفرشي اساس؟ معاي سكري. ابلعي. هاي بلشت قيد الدم يا رنرن، بلش الفيلم الهندي. انا مش فاهم ليش الاجانب بيختاروه، شكلهم بيختاروه يضحكوا عليه. طيب رد يا خوي، لانه اذا ما رديتش ببلش يدقدق لي على الارضي، واذا ما رديناش بنرن على الجيران. وهي كمان حبتين ضغط احتياط، لانه الخمسه اللي اخذتهم على الفاضي. الو هلا بابا، انا في المانيا.
متت سكع متت. اسمع مش راح اسالك عن الضغط والسكري. انا خلاص عودت على الغربة. تعودت. اسمع مش راح اسالك عن خالي العبيد. عاش ولا عمره لا عاش يا زلمي. انا تعودت على الغربة. طب وليش متصل يا اخوي؟ اعطيني امي. اعطيني امي. خذي يا شيخة مش راح يسألك عن ايش لانه متعود على الغربة حسب ما بيحكي. ليش تقول له النهان؟ هلو هاي يا جبر. يا شمه اسمعي مش راح اسألك عن اختي سوسن. حوشت ولا عمرها لا حوشت. انا يما تعودت على الغربة. انا في الماريا. انا مدفون في الثلج. طيب يما يا جبر ما دامك تعودت على الغربة يا حبيبي عيش لك ابو 65 سنة غاد وارحمني انا وابوك ما تقل دمك. سكرت الخط بوجهه. السلام يا مالو. ايوه الله يعطيك العافية. سكرت الخط وبلش على الأرضي. ألو وها يا باي مصر شو متغيري؟ مالك يا جبر احنا بالاردن. اذا ما بعرف ول انا متعود على الغربه بديش اعرف الاردن. يلا يا جبر اطلع. مين حضرتك؟ شوفير التاكسي. ياه انتوا لسه عندكم التاكسيات بيمشوا على الشارع؟ في المانيا طيارات. حط لنا الشنطه بالله تربطها فوق. خلص خلص بحطها عندي هون. ربطها هنا تكيلي. خلص ولا يهمك. خلص حطها عندك. حطها الو هاي يابا انا جبر انا وصلت المطار. وصلت؟ لا يا زلمه عارف دارنا عارفها بالسنتي. ول بدنا نساها؟ ما تعودت على الغربه يابا. حافظها يلا سلامات. انت عارف وين دارنا؟ ولو عارف وين بالضبط. عارفها بالضبط. انت اللي اخذتني الاسبوع الماضي صح؟ ايوه. انا شكلي بلشت اضيع. اهلا وسهلا. هاي شرف الاخ. عارفكو كلكو. انا تعودت على الغربة. هذا ابوي وانت امي وانت خالي العبد. تعودت على الغربة مالك يابا؟ ايه؟ يا متنا سكعة في المانيا. السكعة اكلت عظمي. 6 أشهر وانا تحت الثلج. كاسحة الثلوج اللي طلبت. خلصت يابا؟ خلصت. خالك العبد بده يانا في موضوع مهم. شنخت شلخت تفضل في الالماني. أنا لما عرفت إنك جاي قلت باجي أسلم عليك وأفتح الموضوع. أنا جاي أطلب إيد بنتكو كوثر لابني كميل. شلخت شلخت رامي. ياه غرتك شو طولاني. اسمع خلي الشوفير ينزل. روح ساعده ينزل الشنطة هي مربطة على التاكسي. الحارس بيساعده بده ينزلها. أنا عندي امتحان وبدي أدرس. وجيبوا كمان على التلين خليهم يرفعوها. روح تحرك. شنخت شلخت تفضل أكمل. يكمل شو شخنت شخ ايش همه؟ بده يطلب ايد اختك كوثر لابنه كميل. يعني صار لنا 7 سنين بنستناك تطلبها. تفضل احنا موافقين يا عم. ياه انتوا لسه بتتجوزوا؟ عنا في المانيا بتشوفها في الشارع بتروح معها على الدار لا خطبه ولا جيزه وبتخلف وبتعيش معها العمر. ياه ولا شعره ضايل براسك يا خال. خلصنا من الريله طلعنا بياه. شنخت شلخت انتوا بتحكوا الماني؟ من وين احنا بنحكي الماني؟ طب ليش قاعدين مع بعض؟ معناته مش راح نفهم على بعض. هذا العيلة تباين. المهم يا اخوي لا بدنا مهر ولا بدنا عرس ولا بدنا شبكه ولا شيء. خذ البنت بوعيها لانه بلش نظرها وسمعها يخفن. شنخت شلخت انسوا الموضوع من اساسه وخلوا بنتكم عندكم. اصلا راح يطلع اولادهم كلهم هبل لانه ثلثين الولد دخلوا. ايش بخت شلخت اريح لك. شنخت شلخت وين يا خال؟ روح لا تروح هسه اجيبك هناك كلها عيلة هبل. بدي اخذ لي كمان 5 حفلات دار الله عليها احلى لانه راح نجرب دقي. حبيبي اشتقت لك. شو بتسوي؟ شو بسوي يعني يا جابر؟ كتب وقلم بدرس.
يا بي انتوا لسه بتدرسوا قلام ودفاتر وابصر شو عندنا في المانيا بتحط شريحه بمخك بتبطل تشوف يما مش هان الله تعالي خذي لنا موت يما ما في داعي اصدقاء يا زميلي بمناسبه عودتي من الغربه طب روح وحاول ترجعش انت صحيت من النوم لكيت شعر اشكر زي الالمان شنخت شلخت المدير طالبني شكله فيه كمان صفرة ياه ثلاث صفرات والله لا تحيلي مرحبا دكتور زهدي اسمع دواء الضغط بزبط اخذه بالوريد لانه الحبوب بطلت تجاوب معي بنفع شنخت شلخت بارك الله فيك انا جايك بدي اروح ان شاء الله بعطيني اياك اصبع رجلي ياه شلخت شلخت في زلمه هيك ناصح اشتقت لك اشتقت لك اشتقت لك عليك ناب يا اخك اشتقت لك عرفتك عرفتك وقال بديش اعرفك انا تعودت على الغربه تعودت على الغربه واضح جرسون شو الشاب يشتغل معنا بالشركة جديد؟ لا لا هذا اللي بيطبخ الطلبات هون في المطعم انتوا عندكم لسه في جرسون وطلبات؟ عندنا بألمانيا بيجي الروبوت بتطلع بعيونك بيعرف شو بدك توكل اثنين منسب بالكاسة بسرعة انتوا لسه عندكم المنسب بالكاسة؟ عندنا بألمانيا على المشين زي كيف الآيس كريم المنسب؟ أنا بالنسبة لإلي تارك لك الشركة بما فيها أنا استقلت عن إذنكم يا جماعة أنا بعرفوش السلام عليكم ماله أجل كرسو أعطينا الفاتورة لو سمحت هاي تفضل يا الفاتورة عندكم مغناطيس والله بألمانيا ما في شو يا أخو 500 يورو شو اللي طلبناه ما هو اللي قبلك مزع خروف يا كحلني كتلت حالة علي عرفتني ألماني شو الحط لنا يا يابا هذا ألماني مش راح تفهم فيلم ألماني بس أنا بقول لك شو قصته هذا واحد ألماني راح بالصحراء اضرب بنشرت السيارة لا 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 شو بدي أسوي شو بدي أسوي راح يدور على بنشرجي راح جاب البنشرجي ورجعه لا 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 الولد مش في السيارة ضاع راحت الأيام اجت الأيام دارت طالت نزلت لي 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 فتح الألماني ملحمة اجى زبون بده يشتري 2 كيلو لحمه اشترى كيلو طلع فيه هيك الالماني تخيل طلع مين مين طلع ابنه عرفه من الشامي ياي بعد كل هالعمر عرف ابنه من الشامي شنخت شلخت شنخت شلخت هاي الكلفه المهم رجع على الصحراء رجع لك ايه مين هذا ما لكش ابنه رجع يدور مسكين اكمل لك يابا لا تكملنيش بدك ما توضى يابا انت منك ليش بتصلي الله امري ما شفتك غزيت ركعه ما احلى غرفتك كلها حمير وحشيات شو هذا اللي حطه حالك شو هذا اللي حطه حرامات يا جبر متغطي برد انت لسه بتتغطوا احنا عندنا في المانيا بتحط شريحه بتحدد درجه حرارتك بتضل دافيان لسنه يا شحليان بس شو بدك مشان الله بدي ادرس روح حبيبي شوف لي هذا ايميل اجاني من الشركه الالمانيه انا بكتب الماني بس بقرأش شوف لي بالله انت عشان ماخذ دوره الماني شو بدهم شوف بالله شنخت شليخت روسي هذا يا جبر الايميل روسي مش الماني انا انت محسوبك كاين في موسكو وانا بكون متتسكعه شكلي كان في الكرملين انت فاتح بحري هيك ولا مش شامل صورتك مش قادر بطلق ازر غير لك اللون اللي لبسته
لا لو سمحت انت لو تفوتي جوا بكون احسن لي، لاني انا وبابا بدنا ننهي صراحه يا عمي. انا بالنسبه لي مش قادر اتحمل، حطيت اللي فوقي واللي تحتي عمليات تجميل مشان الله. عمي تعرف شو انا قصيت لها معده ب 3400 دينار، غير كمان 12 ابره فيلر، غير ابر البوتكس كمان 240 دينار الابري. عمي انا مش قادر اتحمل مشان الله. اقول لك عمي اشتريت لها هدايا والعاب وذهب. عمي زي ما دخلنا بالمعروف نطلع بالمعروف، وبعدين انا خلص كثير 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 صرت ادخن بالشغل وقررت اتركه. قررت تترك الدخان انت حبيبي؟ لا الشغل وجاي اخلص. حبيبي انا عملت عمليه المنخار عشان انت تحبني وعشان ابطل اخنب، بعدين عشان يعجبك صوتي. ها غير عمليه اللغلوغ، قال بدها تعمل رقبتها زي رقبه الحصان. عمي غير العمليات الثانيه اللي عملتها، بلاش احكي في اي اماكن. تحكيش يا اخوي، ما هو واضح. اسمع، فسخ كتب كتاب مش فسخين، وبدي تعويض 50,000 يورو اذا بدك تفسخ. غير هيك تحكيش عندي. بابا انا شريته يا بابا. روح اشتري القلم كحلي احسن لك. قوم انصرف، قوم عامل لي شعراتك زي ده العباط الناقة. قوم انصرف لعنة بوجهك. قوم انصرف انت الثانية مع وجهي. فدوى. معلم. نعم. تعالي. اسمعي هذا البنطلون حركته قصيه واعملي شورت وكلي لازبون من يكون شورت. يا معلم ركز ان شاء الله. تركز يا معلم، قبل شوي حرقت شورت وصار بوكسر، وقلنا لاصحابه بنكويش بوكسرات. ركز. طيب خلص من مره، هذا الدشداش هيني قويته وصار برداية حمام، بعرفش ليش صار هيك. دشداش ها؟ كل اللي لزبونه بنبيش بنكويش. مرحبا يا خال. هلا حبيبي. انت اللي بتكزز؟ لا يا اخوي، انا اللي بقلعت اللي الكزيز جمنا مش هنا. شكرا. انا اللي بكزز برداية. فوتي غطي على راسك. اجي صاحبي غطي على راسك. جلال بتحكي معاك بموضوع مهم، اذا في عندك شيء بدك تحرقه احرقه خلصني. ضايل قميصين هلا بشعوتن. تفضل ايش فيه اخويا؟ هالخطيبتي هذول جننوني، بدهم مش يفسخوا الخطبه. الله وكيلك بدهم 50,000 يورو، من وين اجيب لهم؟ خلص اعتبرني كويت ومخلصت يا اخوي. وديت لهم كل رجال البلد، فيش فايده على الفاضي. خلص يا زلمه اعتبرني كويت ومخلصت. خلص الموضوع عندي، اركن علي بجبابي. طيب يا حبيبي. طيب هلا بخلص الموضوع. وين التليفون؟ شكلي نسيب. انت نغسل فيه مصير. لا عادي بضل. لا كل شغال من امبارح له غساله. ها شارلي اسمع، البيسي كلاس اللي سيارتك عندك اللي بتسرقها من ابوك؟ طب بدي اياها المساء. بدلتك البيضة تاعت العرس موجوده؟ لا يا زلمه بديش اكويها، بدي اياها، بدي البسها. جيب لي اياها المساء. سلام يا حبيب. سلام. خلص هيك يعني ان شاء الله الامور كويسه. فتوى. معلم اسمعي. شو عندك المساء؟ احرجتني معلم عن جد، يعني فاجأتني بطلبك. انا يعني عمري ما فكرت فيك الا كأخ، دغدغت مشاعري، عمري ما تخيلتك زوج او حبيب او يعني فاجأتني. شو دغدغت وبغبغت ومغمغت؟ شو بتتهبلي قاعدة؟ زوج مزوج؟ أنا بعتبرك أم وجدة، مالك تتهبلي؟ أنا بقول لك عليك المسا من نروح نخدم جابر في طلعة، نروح عندنا سايبه. خدي هاي ليرة 10 ليرات، اشتري ذهب فالصو وهي هذا دشداش كويته صار مني جوب، البسيه المسا. بديش أوعيك وبديش مصاريك، عندي بالدار طقم زهري بوجه وجه. طيب جيبيه بسوي لك اياه بكيني المسا ان شاء الله. يلا تفضلي. اكل كله لكم يا مشكوي. سهل عليك. خلص يعني الامور كويس. خلص تمام يا خال. حبيبي هذاك طلع ما بكزز، اكيد انت اللي بتكزز. انا اللي بكزز. ايوه انا اللي بقلعت. بدك وكف والله لك وكفاك انت وياه. تعال قومي ولي اجود وراي. مالك زي الجرو. أتمنى لك الشفاء، أتمنى لك الشفاء. شفاء إيش أخوي؟ هذول شواربك ولا شعر مناخيرك الناس؟ شعر رجلي يا أخوي. احترم حالك، تحكي مع مليونير، تفضلوا. إيه طلع طلع، شو لابسة ذهب لابسة المحل كله هاي.
تطلعي ساعته حق دارنا يا اختي. احكي يا فتوى احكي احكي. قطلي احكي ولا امزحك امزح شعرك هلا بلف وحك وتطلطل شعرك احكي. احنا سالنا عنكم يعني الناس وحكوا لنا انكم ناس طيبين واولاد حلال وحابين نخطب بنتكم لابن الجل. طبعا هو اسمه جلال بس احنا بنناديه جل. كثير حبيته مش قادر. وبس انت يا اختي حبيتي ما انا حبيته. مدام فدوى انسه لو سمحت. انسه لانها هي مش متجوزه، ابوي توفى في العدوان الثلاثي على تونس. انسه فدوى يعني بنتنا كانت خطبه واحد هامل بس بعد بكره او بكره بالكثير بنكون مخلصين الموضوع. نو 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 بليز. خطبه معناته خلص ما بدنا بنغير جلال، ما في نصيب. نصيب شعرك بمزعه بلفه على كوندكتور. في نصيب. عفوا هي الاستاذه قديش ماشيه؟ ماشي شو يا اخوي؟ يعني قديش ماشي على الشارع؟ يا زلمه يا دوب 5 كيلو. اذا 200 300 كيلو هذا راح الجنطات. احكي. شو مالك ولا انهبل؟ مالك انت جروح احكي. احكي السياره. ايش رايكم جلال؟ جلال ايش رايك تاخذهم لفه بسيارتك اللي حقها نص مليون دينار؟ مش غلط. انا شايف مش غلط. غلط مش غلط. طيب نروح كلياتنا ولا لا؟ يلا احترم حالك تحكي مع مليونير. اطلع برا اطلع برا. بديش اشوف حدا انا بديش اشوف حدا. اتمنى لكم الشفاء جميعا. ليش العواد والهبي؟ والله انه بيبل. استنوني يا جماعة كيف كتب شو. عمي كمامتك بدها كوي ذكرنا كوي لك إياها بس نخلص. مامي مامي بدي أنزل على العمارة تاعتنا أشوف العمال شكلهم تركين الأبواب فاتحة. أوكي ماما بس دير بالك من الغبرة. أوكي. هذا صراف آلي متنقل، هذه مش عمارة ولك، هذه برج. اسمعي، ابعث لخطيبك الهامل، يلاقينا بكرة في المحكمة، بسرعة بسرعة. ليش ابعث له هلا برين عليه؟ جني جني يا اختي. الو، اسمع احنا وافقنا، بكرة شوفنا بالمحكمة عشان نتطلق. قال بده تعويض 20,000 قال. ولك بعطيه 40,000 بس نخلص. اسمع بنعطيك 40,000 ورجاءً اترنش على رقمي عشان أنا صرت مرتبطة. اليوم تعملها هان انت؟ قلبها على انا مرحب؟ اي ريحة العمارة صار الصني يا رجل صار الصني. باي. هانا بدها شوية شغل، بدها كمان 6-7 مليون ان شاء الله بتخلص. يلا بسيطة ماما بسيطة. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ عيب اللي عارف كيف بدها تطلع حد. عمي بتعرف تسوق هيك سيارات؟ لا عمري ما سوقت. أنا قلت بتمشور هيك يعني شوية. أنا عرفت أوقفها بس خلاص تخيلوا إن إحنا ماشيين. قول هذا البيك اب فيه منه الوان؟ هذا بيجي قطره مهجوره. مامي مامي بدي ادخل على محل الالماس تاعنا اجيب شيك ب 50 مليون واطلع. جايبنا لهون علشان 50 مليون بس؟ مش هدول افراطهم هن اخر الليل بحطوهم في كاس. يلا باخذهم وبطلع. اسمعي مش عارف اطفي الجيب خليه شغال. وعيد حل عيب على اللي عارف وين الهند بريك. بس تطولش بسرعه. لا لا يلا مامي يلا. مش عارفه افتح الباب. اسمعوا
بدي انزل اطخ الحديد وهو حامي فهمي، بدي انزل اسحب لي 40,000 بلكي اعطيتيهم لوديتيهم اليوم لخطيبك الهامل وخلصنا طلقنا. يابا خلص طخ الحمير وهو حامي. شو يختي اطخ؟ الحمير. حمير ولا ما حد حمار الا انت والحمار اللي قاعد، خليكي في البيك اب، اوعى تتحرك. ولا اوعى تتحرك. هيش البطاقة. شوفيتهم؟ عوفيتهم. بتبيعوا فلافل معلم؟ حبيبنا هذا محل بيع ذهب وألماس مش قهوة. طب شو المشكلة؟ جيب لك صاج فلافل يا معلم وحطه، وجيب لك راي ما شاء الله المحل كبير، وحط لك سيخ شاورما، وكم في الفترينة تاني كم كازوز كازوز، وشغل شغل مخك اشتغل. مش بيجوا أهل العروس والعريس بكونوا جاني إذا ما بعتهم مش ذهب بتبيعهم فلافل. شغل مخك كبر المحل واشتغل يا سيدي، اعمل عروض. اللي بيشتري سندويش فلافل بتبعها بيطلع له خاتم ذهب مجانا. اقول لك هاي انا اول زبون، وهاي ليره بدل سندويش الفلافل وهاي خاتم ذهب مجانا. معلم شوفيتهم، معلم شوفيتهم. اتصلش عليك المليونير جلال يا ابا؟ بعت له رساله قبل 40 سنه ما ردش. مالي يا بنت زيادة كمان 20 سنة بكون قفاي داخل في حلقي يم.